Bon, après les idiots, pour les dire, peut-être que moi, il y avait un problème de sens, j'en ai des dates. En tout cas, je voulais m'exprimer par rapport à la journée internationale de la liberté d'Internet, le 13 mars. Vous voyez, c'est le mémorial du départ de qui a marqué les années de Ben Ali, ou de censure de 404, notre héros suprême, on a plusieurs personnes, y compris Wajid Mahouchi ou même la prochaine ministre, qui ont été en train de se faire à l'Internet. Le loi d'Internet, la loi d'Internet de Tunis, Mahouchi, d'accord, comme il fait en 2013, Lati Broha a amené, par exemple, المؤتمر العالمي لحرية الإنترنت في 2013 يشاركوا فيه أكثر من 40 وزير خارجية واللي فيه صحة تونس على وثيقة تركز على حقوق المواطن على الإنترنت. اليوم ثم برشا تجاوزات، جميع المجتمع المدني قاعد يقوم بدوره، لكن الحكومة مش قاعدة تسمع في حتى شيء. اليوم احنا الناس كل مهدد، الناس كل أنا أي واحد عبر الإنترنت مهدد بشيء، يكون عنده مشاكل، يكون يتوقف، يكون عنده قضايا. القوانين اللي دخلها العباد اليوم على الحبس حكيت هذه كما وجد ما هوش يعني تو حكومية عامين ماهيش واضحة كالعادة، نشكر حتى القوانين مصمدة من قوانين تبنى عليه. وفات كونت احنا 2021 ماشي بعد برشا على بلدان كيما ميانمار ولا أي بلدان أخرى، مازلنا في العام الثالث، مازلنا تو تحت اللغط نتاع الخطر هذا اللي هد الناس الكل. دونك 13 مارس سي اون جورني انترناسيونال ليبرتي دانترنيت سونز افواغ فريمون ليبرتي دانترنيت. تذكر اللي الحريات راهي تتسب ما تتعطاش. اليوم المجتمع المدني مواطنين الناس كلها عندهم واجب كبير باش يخليوا ذي الحق هذا راهو مش سهل باش يقعد كما هو. الناس تنظر عليه حتى البر، حتى في امريكا. دونك انا سنابيل اونكور اون فوا كما كل عام راهو يلزمنا نحافظوا على حقوقنا شو القدام، خاطر اليوم احنا مهددين كما الناس الكل. ميرسي.